سلسل تأهيل وتقوية هيكلة القطب السمعي البصري العمومي مشروع طموح في سياق تحديث القطاع وإحداث نوع من التكامل والتنسيق بين مؤسسات القطاع السمعي البصري العمومي. والاستشراف القادم من محطاته وكما أسلفنا يحضر معنا ضيفا وزير الثقافة والشباب والرياضة السيد عثمان الفردوس. مساء الخير مرة أخرى. مساء الخير. إذن السيد الوزير نعرفه في نصل يعني المشروع دي لإعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. مرحبا. اللي تعطيني واحد الفرصة باش نفسر أمام الرأي العام هاد الأسباب النزول ديال هاد الإصلاح. أولا تعرفوا بأن الجائحة ديال كوفيد 19 كانت شكلت واحد الامتحان على جميع الأمم والدول، ولكن أيضا على الأسر. والنمط الاستهلاك ديال الإعلام السمعي البصري تحولت هو، وكما عرفتوا كانت وقعت واحد نوع من التصالح ما بين المواطن المغربي وهذا القطب العمومي. كاينه دراسه ديال الاتش تي بي كتقول بان المواطن المغربي 90% كانوا كيقلبوا على المعلومات اليقينه في القطب العمومي. كاين ايضا العولمه ديال العرض السمعي البصري واللي فيه مكون ديال التحول الرقمي، ولكن ايضا التجزئه ديال الجمهور. هنا نعطيها امثله باينه، كتعرفوا منصه يوتيوب فيها 2 مليار الناس اللي كيستعملوها، اكثر من 75% ديال الفيديوهات اللي كيشوفوها الناس في يوتيوب ما كيقلبوش عليها اصلا، المنصه هي اللي كتقترح عليهم. دونك هاد التجزئه ديال الجمهور ما يمكنش لينا نبقاو غاديين في نفس النمط، خصوصا ان اليوم عندنا 15 مليون ديال المغاربه اللي كيستعملوا انستغرام، كاينه اكثر من 84% ديال المغاربه اللي كيستعملوا واتساب. دونك هذا العالم اللي كيتحول فيه ايضا انخفاض ديال السوق ديال الاشهار بالنسبه للتلفازه. هذا الانخفاض بدا عالميا في 2014 وفي المغرب بدا في 2016. هذا الانخفاض ديال الموارد الاشهاريه هي اللي جعلت ان نفكروا في هذه الوسيله الجديده وهذه المنظومه الجديده. جاء خطاب العرش ديال 2021 اللي سيدنا الله ينصرو عطى فيه تعليمات واضحه باش نقوموا بالتنزيل ديال هذا الاصلاح وننزلوا هذا القطب العمومي اللي كنا كنتكلموا عليه سنوات وسنوات، واليوم جات المناسبه باش نطوروا. طيب في ضوء هذا المشروع السيد الوزير، واش غتكون يعني واحد يعني الصيغه اللي غادي يتخذها القطب العمومي؟ عندنا ثلاثة الأهداف. الهدف الأول هو أننا نوصلوا المنتوج السمعي البصري لواحد المستوى الجودة اللي يرضي المواطن المغربي سواء فردا أو عائلة. ثاني حاجة نمشيو الإعلام ديال القرب، هذا باب أساسي جدا، حيث لاحظنا بأن في هذا العامين اللي فات 90% ديال البرامج التلفزية اللي نالت الرضا ديال الجمهور بصفة كبيرة كانت محتويات وطنية محلية. إذا خصنا نمشيو في هذا الباب ديال يعني المحتوى من انشغالات المواطن وسياسة القرب في الإعلام. هذا مشروع كان في الدراسة طور دراسة هذه سنين عديدة، ولكن اليوم جميع الشروط ولات موفرة، وهادشي علاش هاد لا اس ان اختي غادي تولي تلعب دور ديال شركة ماسكة هولدينغ، وغادخل دخلات في الرأس مال ديال دوزيام حتى النسبة ديال 100%، وأيضا في الرأس مال ديال ميدي ان تي في. اذا هاد المنظومه الجديده غادي تمكننا باش نخلقوا هوامش جديده ديال التمويل وديال التنميه. هوامش بالنسبه للتنميه ديال التسويق والتجاري، كنظن كاين التكامل ديال الباقه ديال لو بوكي، الاستراتيجيه الاشهاريه، وكاين التسويق ديال لي كاتالوج ولي برودوي ديريفي هما باش يكون. وكاينه ايضا هوامش اللي غادي تخلق بالنسبه للخدمه في التكوين ديال الموارد البشريه. كتعرفوا كاين واحد 2000 موظف في اس ان اختي، وهما عندهم واحد النسبه التاطير اللي هي عاليه جدا بالنسبه لمؤسسات عموميه اخرى. وكاين التكوين، كاين البحث العلمي او لا ريشيرش ديفلوبمون، التعدد ديال الموارد التقنيه لا تيلي ديفوجن، وايضا الاشتراء ديال البرامج او المنتوجات غير البرامجيه. اذا كاين واحد العدد الهوامش اللي خصنا نخلقوها ونستثمروها عاوتاني في هذا القطب العمومي باش نقويه ان شاء الله. اذا يعني مشروع مهم جدا وواعد. فنتكلموا الان يعني سيد الوزير على الموارد الضروريه باش يعني ناهلوا ونقويوا هذه الهيكله ديال القطب ونرسخوا يعني ذاك التكامل وذاك التنسيق بين المؤسسات ونعزوا الادوار ديالها الاستراتيجيه. هذه مساله مهمه جدا. كاين اولا
غدا ان شاء الله مع الشرف غادي يكون لي الشرف باش نقدم هاد بصفه تفصيليه هاد الاستراتيجيه ديال التنميه ديال القطب العمومي امام اعضاء اللجنه ديال البرلمان. وكتعرفوا الشراكه الايجابيه اللي عندنا مع هاد اللجنه ديال القطاع الاتصال واللي كاين ليه واحد الاهتمام بالغ لهاد القطب العمومي. ثاني حاجه كاينه دراسه كاين تقرير ديال المجلس على الحسابات في 2019 اللي قال بان التعطال في هاد التنزيل ديال القطب العمومي ادى الى مشاكل بالنسبه للماليه ديال هاد القنوات كلها. كاين انخفاض ديال السوق الاشهري ولكن كاين ايضا انخفاض ديال الميزانيات ديال الدعم اللي كتجي من الدوله لهاد القطب العمومي. اذا خصنا نوضعوا حد لهاد الظاهره والحمد لله خدامين بصفه ايجابيه جدا مع الاخوان ديال وزاره الماليه باش ننزلوا ونصوبوا واحد عقد برنامج اللي يعطي واحد الاطمئنان لهذا القطب العمومي والموظفين اللي خدامين فيه باش تكون عندهم واحد المقروئيه ديال سنوات عديده بلوغانيوال باش يعرفوا ان الدوله وراءهم والدوله باغا واحد القطب العمومي اللي يكون قوي وقريب من المواطن. هذا هو العنصر الاساسي. كنظن ان هاد الهوامش ديال التنميه غادي نحاولوا نعاودوا نستثمروها في هاد القطب العمومي وان شاء الله نتوفقوا ان شاء الله. السيد عثمان الفردوس وزير الثقافه والشباب والرياضه شكرا على كل هذه التوضيحات. شكرا.